حباب أخواننا أهل العز، حباب أعلامنا، حباب البيهم الدار مطمئنة وآمنة، حباب البيهم العز والنفس مطامنة ترحيبا يفوق عدد الرمال ورغامنا. شرفتونا شرفا تنعدل بدروبنا، عزيتونا عزا تنفتح بقلوبنا. معاكم نحن بيدم الوريد وجيوبنا نعيش فد، كتلنا من ننقبر في طوبنا. عرفناكم رجال في الشدة ما بتلينوا، عرفناكم تناصروا للضعاف بتعينوا. كان دق النحاس في الساعة ديك بتبينوا، والتاريخ بدون وبنحفظ تدوينه. مرحب بكم مشاهدينا الأعزاء في برنامج حكاوي ودوبيت. معاي من داخل الاستوديو شعراء لا يشق لهم غبار. معايا الأستاذ أحمد الخير عثمان بن لادن، مرحب بك. حبابك الأستاذ محمد علي النجاضي، وسلام يا العزة كن عزي ومنايا وفخري، وسلام يا سلالة الحدب الصغير كن ذخري. إنتوا قصة على الحاقين قصيدة وشكري، كراما تدفع الهاجة المخول وبكري. التحية لك والتحية للمشاهد الكريم من خلف الشاشة، والتحية للغنى الرائدة غناة الشروق، والتحية لأسرة برنامج حكاوي ودوبيت. ونتمنى إنه نكون خفيفين الظل ونقدم ما يرضي المستمع الكريم والمشاهد العزيز. معاي فرح ود المنسي، حبابك هيكم تحفل الرقب وكرمكم خالف، عقاب ناسا علينا حرم سناب تتحالف. أسياد كل مرايكم في الملم ما تخالف، بصارا تجبر الكسر البقول ومزالف. يا الفيكم بجيد در الغوافي منمغ، جريحكم ديما في كبد الأعادي معمق. أصحاب مكرم وجودا قديم ومدمغ، بتدفعوا قارح النوق القفاه ومسمق. حباب الأستاذ محمد علي النجاضي، وحباب كل مشاهدي برنامج حكاوي دوبيت، وحباب كل التيم العامل بقناة الشروق، وإن شاء الله نقدر نقدم حاجة ترضى أزواج المستمع. مرحب بكم مرة ثانية، ونحن دارين معا نحكي ومغني حكاوي ودوبيت، دارين نحكي ومغني. الضعينة، أنا داير أتكلم في البداية عن الضعينة. الضعينة رحيل العرب، رحيل العرب الضعينة من مكان لمكان، وبتكون في الخريف. أحمد عثمان الخير، لأنك تتكلم لنا عن الضعينة وتورينا ماذا عن الضعينة. الضعينة فرح عندك، شايفك عندك كلام دار تقول في الضعينة. الضعينة طبعا المشاهد الكريم، الضعينة طبعا هي رحلة العرب دائما في موسم الخريف. العرب في موسم الخريف بتركوا الدمر وبنشغوا لمحل الكلى والشرب في فترة الخريف، ودائما قبل يتحركوا بكون في عقيد. فالعقيد بكون بركب بعيره الحر وبمشي بعقر الفلح، هي هو القش العضاوة. بعد ما عقر العضاوة بجي راجع للدمر، بعد يجي رايح ثاني بقوم على الاستعداد على الرحيل. من هنا في دمر ثابت اللي هو بخلوا فيه الدقاقة، وبقوموا ناس البل دائما بخلوا الغنم والماعز ديل، وبقوموا ناس البل لأن شغوا في دمر كلهم بقوموا ناس البل وناس الغنم وكلهم دي الضعينة. أسلم ومشوا الخريف ومشوا محل العضاوة والقش نشف والموية بقت معاهم في صعبة، بجوا راجعين لدمرهم الجبال قاموا منه. يعني هم نحن بنقول لهم موسم الدرت، محل الدمر طبعا بتكون فيه المويه، دائما البهايم في موسم الدرت او دخول الصيف بتحتاج للمويه، فدائما محل النشوغ الضعينه بكون فيه القش وبكون فيه اللضى والرهود في موسم الخريف. يعني بتلقى اضى بتكون الحفاير، يعني فترتهم اللي بمشوها في الخريف ده كلهم بكونوا بشربوا من اللضى وبشربوا من الحفاير، المويه الجايه نازله من الوديان. اثناء ما انتهت وجفت الحفاير والوديان بقوموا برجعوا وين؟ برجعوا لدمرهم قبيل لقاوا منه، فالعرب بقول عليه الدمر، فأدب ضعينة. الصورة وضحت تماما للمشاهد. الضعينة، الضعينة فرح شرح علينا بالعربي كده، شرح علينا
وانا دايرك انت تخش لنا في الضعينه. الضعينه والله انا عندي غرام مع الضعينه يا نجاضي. بيطربنا من الضعن وبيطربنا من الضعينه. ولما نلقى ود علي سليمان ونهم في الضعن يعني تجيني حاله. فانا بقول جراح الغرام في جوف يسوى فعايل. ذكر عقلي افعال السحل مو ماي. زولهم فوق توب الحشمه دايما خايل. ديكور بيته ضبي ومش لعيب وشلايل. سيكون عربانه يا النجاضي فوق في الباديه. بعدها في حشاي خلف الجروح مش ساديه. الشالوها بالهدار تطرب وشاديه. خلت نفسي قافله وللتريد ومعاديه. برد حر التريه ومن صعيد جده هرب. وكل زول في الفريق جهز زوامله ودرب. ابوك يا البين حبل الريده قوي مكرب. عقيد قيمان وليدروب الفراسه مجرب. جاد عند الضراع والخير مهط الصب والمطر الغزير قصد المخارف وكبه. جاد عند الضراع والخير مهط الصب والمطر الغزير قصد المخارف وكبه. الغرطيبه ما ذكروه مما شب بدري رحيله بالعاتب سناب قبه. الى البارح النوم طار والطيف زار والبال سارح. بالتطيع والعاصي المشع وتمارح. شالوا قدانه فوق واحدا منسل وقارح. هدموا قبارها دلوا هناك في الباجي البعيض باجبارها. عافيه رحلت من دار اللضية خبارها. شلت الزاهيه نجبوا فضحت اخبارها. 200 الرجعه تنور دارنا يا زاهيه وتروح الوجع. يا صوتك ربابرقي وقمار السجع. فرقك ولدغت الداب ورحيل الفجعة. أكيد عازركم رغم خيالي وين ما تمشوا هم وازركم. وين كنت بتجون وبي بحاضركم شوقنا غزير وزي ليلة الدجا الفازر. يا سلام هذا منشالوا كدنات الرحيل والري. أما هنا النشوق ما راعوا حال البي. قفض عينتهم بالديمة تطوي الصي. نبكى قامة أهلك ما في واحد مي. توتال قاموا والعطف القطار تدور. وراس القايد شايبهم في الفكر ما تهور. ايام ريدا على مر الدهور بيتطور. جريحنا كان زمان هبش نشوق ودعور. حزم مغربين شل الضعاين وعامل. نيفو الراشح للبول فوق قفاها وضام. حذروا المقرح الشرق والغرب. العرب بندامري وانا خلوني فوق نار بتلهب وجامل. الله يعين ساكن. ناوين بالبراد ناوين بالبراد يطول الفجاج. والفنقة شديتهم كله فوق نيبا عتم من شنقة. يا ود امي زولتي اللهنة زي المنقة. فوق هاقنيفة ركبت بالدموع من خنقة. نوايب اللزة ملفوك العطف ديكور. تتصارج تقعد عيس حارس الزرزور. ام وش انحسب في عداد وطبق الدور. شديد هاقنيفة هودج مو حبية وكور. هودج مو حبية وكور. عامر ضعينتهم فيها الصغار والشيبة. طابور جيش رحيل تحتريه الهيبه. يا من اصل ما اصل ومن سلاله طيبه. حقيقي البينا خالي من الشكك والريبه. وفي الوادي الملان سيال وشذر انغابه. فتقوا الشيل وريحوا للضعاف وتعابه. كجروا ضربه الماتاك صعوب عن بابا. كجروا ضربه الماتاك صعوب عن بابا. جمعوا قصر والبن ريح تفاح طرابة. عرب البادية معروف النشوق يوم عيته. حلو. عصرا بدري دانوها اللي بتطوي بعيته. طبقوا الشد فوق صهبا موارك شديد. هجروا الحلي ناوين القفار وهويته. شرفوا روين فوق عالي القوزن وحدر. وانا جسمي المنمل الا زاد في خدر. أيا أبو الريبة الوادي المبرم شدر. وقلبي بعد رحيلكم وأزاه وكذب. مبيتكم في السحيات والرهود الطائر. واني حارس دمركم والدواخل فايري. مبيتكم في السحيات والرهود الطائر. واني حارس دمركم والدواخل فايري. حقيقة الدنيا يا جابر ظلومة جاري ساقت من نمس. دولتم خدود النايري نزلوا مراتع القش الغزير ومشبك. نزلوا مراتع القش الغزير ومشبك. تقبت النورن والحلال جمع دبك. دلوا بيوت شعر من القفاه معبك. كجروه الحجير الفرادي ما هو ملبك. يا سلام
نفوس طيبة، لا قلة حسد لا ضغينة، بيوت في المهاكع كالسفن في المينا، أهل الساقنة في الوجدان خذوه تراتينا، في أسبوعين بيجددوا للديار بضعينا، في أسبوعين يا سلام بيجددوا للديار بضعينا، في أسبوعين بيجددوا للديار بضعينا بضعينا. يا سلام يا سلام ليك يا أخي. هو شوف الكلام بداوة دائما أبدا أخواننا الدوبيت لما يخشوا العنصر البدوي بيكون طاعم وذا معنى الدوبيت الحقيقي بيكون طاعم. المشاهد الكريم كده شوف شوف الكلام ده كيف، ونشوف فرح فرح. أنا داير أديك مدخل، كوعك من نباطك من قلب لا برة، سرجك سمع وجاي بصوت مسيخة وصرة، قف وأعطيك ودب للشروق الحر الرحيح، أقول له يا سرعة أنت قوم الفر، لقاله ظهاري بيهن أنقى جاب لي جو عليل بدل النهار أبو زنقة، أديته الرسن خايف له من الخنقة، موديلا موديلا طلع من الهكر بالفنقة. أنا أديتك المجال ده وعندك جمل. نعم اسمه شريفي. هاي أنا قبل أخش المجال دار أستوعب حاجة اللي بن لادن قال، خودج مو حوية أكور. دائما كالعادة بيتلبدوا أول أسرة في 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 أثناء النشوق بكون عندها هوجة أو صالون مكون من إما الحوية، الحوية هي بتشد في الجمال التلاب بشيلوا فيها العقل اللي تلبل، بشيلوا فيها الحورن، ده كله تابع للنشوق، تابع للنشوق للضعينة. في حاجة اسمها الدلة، الدلة ده هو جلد كبير من جلد البقر بشيلوا فيه الحيران في حاجة النشوق، في حيران صغار أو في قلب البتل في الطريق برضو ما بيمش بيشيلوا في الدلة ده في الحواية. إما الكور، الكور ده الشديد شديد العقيد عقيد البل، إما الحوية هي بركب فيها الوينجيب. واضح واضح. شدوها في حاجة اسمها المردوخ. يا سلام. طيب برجع لك، نسلك حر وفيك واسم الشريف الهند، جبتك عاصي الحور ومطيع عندي على الشال الطباع الريف وحسنة هندي، سرجك جاب له مزيقة وقماق مكتندي، دومك خر يا الحور وقفاك تندس، وجنك شافري في فالجبل تاني تكدس. يا سلام. سرجك الجواسك في الرجل تتحدث، يمسخ لي ركوب الفور قدر ما تحدث، شديد الحصرة يا ود البشاري بحرجك، وسمح الرقبة في الياس وموهق عرجك. سرجك سرجك العجيب نفق غير القماقم ودرجك، واسمك جاي شراب ومنقط أرجك، واسمك جاي من الشرق عليك مفصل، فيك دبيبة الهند الشريف مؤصل، شديدك ذاتي من كثر التريل بتنصل، وغيرك شاردة لا بتنكس ولا بتتحصل، فوزك حطم الرغم القياس وشاطب سرعك موج، وظهرك يا الشريف مراتب، يوم الزينة عندك يا المؤصل راتب، لا بتعرف حران لا بتنسبغ لي كاتب، ليك شهرين ومكلوف في الرباط بتحلق بتشرب زيت، ومن عيش التقاوي معلق، يوم الزفة سرعك البقيت متألق، تاتشر وجاي منا بسيح وتنكم غلق، سكت البلد من الصعيد لا بريرة، أبوك الجان وأمك يا اللحو بتريرة، بتدور مشهد الهجن البقوم من غيره، وجنك حارب الكوراك وزمن السيرة، مخاليك فيهن البلح البقوم وغيارنا، وكورك جاي من رض السليم ما ضيارنا، إما الفرو والصوت البيور هي سارنا دي السابتات وعادات الشديد في ديارنا. يا سلام يا سلام. متمم كيف في الرقبة وبكضب قصيدك ورابط ليك منعات العيون في إيدك، سيور الهسك والورق المجمل لجيدك، جنة هدية من زول عزيز إنسيدك، بطانك شلت من تلت وحضاك متكوم، بلف الباقي في القمري محل ما قوم. يا سلام يا سلام. شبه الأدرع الفوق الجبال متحوم، ترير يفرتق العم وخبيب وينوم، زعارك يومي في السوق والمحافل زايدة، وما راجيلي من قرشم ومرقك فايدة، متل عندهم سلطة ورؤوس ومقايدة، بيك بمشيلة يا التيس الروين تمصايدة، نوع البوم والفور القبيل ومعلب تجيب سبعة من زمن الرئيس الولا. يا سلام. نوعك شحة في البادي ونظيرك قلة، ما أبغى أرنوك بالقمزوز
عيرود بلة ما ابغى ارنوك القمزوز وعيرود بلة. يا سلام عليك يا اخي والله يا اخي. القمزوز ده بعير مصدر حق اخونا الشاعر رد البرير. رد البرير الكردفاني. اما العيرود بلة عنده مصدر الاخضر. لهم التحيه. التحيه لعلي بلة الدار حامد. تحيه لهم يا اخي. تحيه لهم وتحيه لكل اخواننا الشعراء وتحيه لكل زول بيشاهدنا. عرجي طبعا معروف العرج الشريف الهندي. نعم. معروف يعني. نعم. العرج الشريف دي جاي من وين يا فرح؟ الشريفي طبعا الشريف الهندي ده في الشرق يبلو احرار دائما بيجيبوها لنا في الغرب. هي واسمها العرج المنقط. ايوه. عندها الباعج والعقال والكونتات والشرابه ده اسمه الشريف الهندي. ابل ابل صابغه. ابل صابغه وابل حره. او منسله. ومنسله يعني ابل الشريف الهندي شريف الهندي. جميل. في المجال ده؟ فانا دايرك تسمعني الماس. زي ما سمحتك الشريف الهندي يا اخي والله برضه سامعك الماس واسمع المشاهد الكريم. الماس كوعه من الزور جف المتباعد هميم عجيل وهط ركب شارف وقاعد. يا سلام. الكاس ماخذه قبل يتفتلن سواعي جديد وتحاكي فيه مزن الخريف الراعد. يا سلام عليك. صاروخ الخواجي اللي انطلق قام صاعد رواد والنصارى محال يرافقه مساعد يوم اللمه وزملك كثير متواعد ردع خفاف ونخم المنبطح والقاعد. اسم الماس وابدا ما ركب بحويه دائما فرشه سجاجه ملوك تركيا مزن سحب الخريف الساقات الضحويه كمل سرعه الامبير 80-100 ود عانس بكارب للشريف هاشميه سيده مدرب وعارف نظام الطيه ركبا منتبر ما بحرك الطاقيه من عين الحسود حويته في الصوفيه اللي قالوا ضهاري به انقى جاب لي جو عليل بدل النهار ابو زنقه اديته الرسم خايف له من الخنقه موديل انطلع من الهكر بالفنقه. سلام. رئيس اللجنه دائما في اللواي لزيعك دونتك كبه الحبش اللذيذ نقيعك يسقلنا السمح دقك سمح طبيعك كان بيلوري شاحن ما ببارك بيعك. قال لا طبعا اسمه الماس. ماسي نجمه عليك يا ماسي. سلام. درع الالي وطن السرجك استئناس ركوبك متعه في الدنيا من زمان انقاس سرعك اخف من طير الغروب الماسي. شديت ماسي وماسك نجمه لكن ماسي متعود خطور الهجمه عليه ست السماحه من وسط من حزمه بمسك بهوايا فيه طب الازمه الماس كوع من الزور جفل يقول حديد الخواجي اللي بيقول شقابين وما بريحني في الوادي اللي بهي الطين مراك خلص التلاحظ في المجد العين وما بكيفني موديلا لطش بلوتينو موديل اللطش بلوتينو وزيته الخرة ما بكيفني زي اخوع وبارز برا الوادي اللي بيجيب ميت الدبيب والفرة ما هماهم فيه يخوض يسوق في الجرة وكان الساري شايل برق وسمح الشدة فوق تيسن خبيبه بسرقه كربم سيولا كأفرد الدبيب بشرقه فاته وطلب الوادي اللي بشغل بعرقه أنا بكيفني بش بكريكة فوق لي وترتك ما بكيفني موديلا حديد ومفرتك ما انقطع القفيص ما تفكفك السمكرتك البلوتين ضراعك والحبوب صنفرتك. يا سلام عليك. بلوتينك ضراعك ما بتدور سنفير لا بتحيد بلالي ولا بتقيف من سير ما بيتهمك الكرب الرمالة كثير ولا الوادي اللي بيجيب ميت الدبيب والطير حديد الخواجي التلف مروحته فيك ركبت لكن بالي ما ريحته براك كلس البشير رسن وبدوس التحت يوم السار يا ما مال وانتكل بصفيحته ما انقطع الضراع ما شرقت البوبينه ما تحيرت في الكفر البلف في الطينه الوادي بسيولا جابت الوزينه قطعوا تلب الكرب اللي بيجيب الزينه قلبي مكتشن الهكر التبوق لمباته مزاجبتي مولاي كلس انتبوش دوماته حرا حيله في فقر وجب الضرعاته قعدت اتخيل البركه وقمار شتاته بقيت مكسور جناح من شدته وخاطراته عكر جوي وفقده مزاجي طفش وزاته الحر اللي بالنظيف بالسقيات راحاته مين فارقته مالقي زيه في اماته فقدك مني مسخ لي طعم الخطرة خلى ركبتي في يوم المحافل شترة الماس اللي بيشير رسنه محارب العترة بيجمع فيه بيجبد باليمين ويتخطرة أمك حرة مين بكير الجزر مسروقة أبوك بمحق الفرقة بضاحي فروقة سداك سباعي منك كتفة لا المخروقة صوتك نعمة ماها مغبرة ومحروقة لازم سرقي شايل فوق كل متاعه حرة نقر ديما الأكسجين جماعه واسمه كريت وفرز عقال وطايل باعه جد عقبارته حسكته ما بتقاوي خناعه فتش لي زمن ما لقيته كيفه وغيره كربت حقابه وكملت البطان في سيره ما لسيته في الصي المصاي الطير زوبع والجوالس فرستكن طفيره جيناك يا أحمد عثمان حبابكم حباب جيتكم أحمد عثمان الخير بلادي دكتور أحمد أنا دار أعرف دكتور أحمد
معروف طبعا احمد عثمان الخير بلادن دار اعرف بلادن سر الاسم زل لا سامي كثيره برضه انا في ناس بعرفهم بقول لا ويومان تلقى زول بقول لك دكتور احمد في زول بتلقاه بقول لك بلادن في زول بتلقاه ابو يومان في ناس الهواري اسمه كثيره ذات نعم. اي نعم كل انا ما اعرف سر الاسم ده شنو الزول محبوب اسمه كثيره والله نتمنى انه نتمنى انه نكون محبوبين والله نحن ما بنستاهل الحاجه دي لكن انا اقول لك انا احمد عثمان الخير ده الاسم السماني يا ابوي اسم القانوني ايوه حقيقي احمد اسمي بلاد مسيطر وساير ده في مربوع فا اول حاجه ارجع لك يا دكتور احمد دي التحيه لزملائي في الحقل الطبي عموما أنا الناس ما أقدر أفهم حقهم والله ناس وقفوا معانا في مسيرتنا أثناء ما نحن بندرس بدينا الحياة العملية في المستشفيات مستشفى مدرمان التعليمي مستشفى البقعة التحية من هنا لأسرة مستشفى البقعة تحية خاصة كبيرة جدا جدا أستاذ دكتور عز الدين عثمان المدينة زملائي ودفعتي متابعيني حاليا في مسيرتي الشعرية وفي وداعمين لي فمن المنطلق ده جيسم بلادن ذاته جيسم بلادن انا التحيت بدري ممكن اللحيه دي قامت بدري في نفس الوقت كنت زول مشاكس اثناء الدراسه بطالب بحقوقنا كطلاب الحاجه كانت توقيف بتاع الجامعه تقيف دائما بطالب دائما باي حاجه هنا المهم فجاء الاسم فتحي هنا لاخونا عوض الزبير فهو من اطلق علينا الاسم فبقى ساير فبقى ساير بلادن اما ابو جمانه دي الكنية وهي جمانه الهواري برضه لاني عايش ممكن في ارض الكواهله بقى طاقة عليه الهواري حتى باتزاز جمانه ذاتها حاليا هي مشهوره بالهواريه التحيه ليها والتحيه لاخوالها كلهم ولعمامها فمن الحته دي انا داير اخش لك دكتور احمد يا هلا دكتور احمد يا هلا وظيفه يا هلا وظيفه يا هلا ايوه المجال مجالك وتحيه لكل تحيه لكل الطاقم الطبي والله في السودان يلا هنا في الحته دي يا استاذ النجاد انا مضروب شاكوش المجال ده ذاته ده كلام كويس ده كلام كويس يمكن التحيه هنا لاخواننا دكتور عيسى ولدفعتنا بدر الدين ابو لجين والناس اللي هم عارفين قصه الشاكوش اصعب حاجه هي حق زول وبداوي الجروح في نفس الوقت حبيبي انت جاي قال عندك حاجه ابواب عالج المجنون انت عندك ابواب عالج المجنون وهي اللي بتجننا حاجب لها فالتحيه هنا لصاحبه الشاكوش ان شاء الله تكون بتسمعنا وتكون طيبه وسالمه ربنا يرحم ابوها بالجنه ويتغمد برحمته فبقول لها ابوك يا مهرة العرب السكون السافل عقيد قومك تركب خيول وجحافل عشانك يا غزال وادي الكريم الجافي قبلت غرار والصبر امتطيت وغوافل يا سلام ابوك ما راعى لقلوب عيش ريدا عذري وعشان المال عليه فرض الحصار والحجر انا يا مهرة الشام النفورة ونزري موضوعك غلبني احل حلا جزري موضوعك غلبني احل حلا جزري ابوك يا زاني حرمني احلامي والامل اللي عليه نباني انا يا رونق العشق بقطوف انداني عليك بجود الدوبيت حروف ومعاني ابوك بسامح لونك تبري والدر انت فيك ملام نمدك عز وامجاد والغرام الجامح الا ابوك ما بالبين رافض وطام ابوك لا ريتو لا يوم ببقى ليه خصيم يا سلام تسامح مع السواه عارف انه ريدنا قديم يا نوارة الفيل هند غفير ولئيم عشانك بقبل الجور والخصام والضيم رغم حلاوة الماضي مرارة الفرقة أبوك بسامح لكن جو في محروب حرقة الله أبوك بسامح لكن جو في محروب حرقة يا مدرع بترعي المخة تساف لمزرقة مستقبلنا أسود سود خاتي البرقة أبوك يا فلان من القال 9 سنين جروحي ملانة يا جو الخلية المكتمل حبكان ليك في داخل تقدير واحترام ومكان يا سلام عليك يا عم أبوك شكرني واداني الأمل في الأول
في ريحتها فلانة ليريت في الدواخل طول. فجأة تغير الواقع كلامه وتحول خط شروطه في كبدي وبقت تتجول. أبوك الفيقة ناينه بيزرع الأورنجة خط شروط وزنقة عيننا نحن فرنجة. يا الشتلة المنورة زي بهاللارنجة صوتك بلبل انقريت وعزفي كمنجة. أبوك لي خط شرطين ما معاها زيادة. ماني قريب وحالي وسيط سكوني بوادي. رغم انه ريدك يا هوقوتي وزاد رضي سلمته والتسليم ده قالوا عبادي. ابوك شروط واحد مستحيل يتحقق غريب ما يطولك ينبقى بالعشق يتشقق. شكيت ديما بزداد طيبك يتدقق عليك قنيت حروف اللمة خشمنا بقى. وشرطه الثاني مو صعب الكريم ينهون. تكون جلابي منك كل ضعيف يتمون. يا ذهب الشباك الاصلي ما هو ملون معاند حظ خطف النص يقور الخون. وقصة ريدنا كان قسمه طريق السدد وبرضه نكون عنيد ليزول محال يتودد. يا الموصوفة بصفات ذاته ما بتتعدد ريدك زي خلايا الدم يموت يتجدد يتجدد غرامك ولي جروحنا يتابر قدره ما نداري. يخلف فوق عضانا محاور ضمير التم حول مربوط منشل وضامر وضامر كنت منايا ليمك ثم حجة وجاور كنت منايا ليمك يا سلام ثم حجة وجاور يا سلام الزول ده مسامح خلاص على العب على العفة يا سلام على العفة مسامح والله يا أستاذ وياه هي أنا مش أقول لك مسامح هي ما أصلا أنت لازم تكون كده إذا كان إذا كان بتحب حقيقة لازم يكون في تسامح ولازم يكون في إخلاص فأنا يا أستاذ النجاضي داير أخش في في من المنطلق ده دار اخش على الاستاذ فرح مرحبا استاذ فرح الميديا فرح ود الناس وفرح قدم شنو لوسائل الاعلام او الشاعر عموما مفترض يقدم شنو لوسائل الاعلام والله سؤالك سؤال جميل جدا اول الميديا يعني ساعدت في توصيل رساله الشاعر لكل بقاع ارض الوطن فالليلة لما تمسك فرح أو أحمد عثمان أو النجاد أو كل شاعر من شعراء بلادي إذا كان من الغرب أو من الشرق ما بتلقى متابعينه بس ناس الشرق يعني أصبح في بطن كل السودان في بيت في بطن كل بيت السودان متزوغين مادتك كلهم مادتك أيوة. فأنت أصبحت داخل البيت السوداني أخلاقك ورسائلك اللي بترسلها في صفحتك الشخصية بتعكس صورتك أو شخصيتك في الواقع فأنت كشاعر ربنا أداك موهبة فالشعر رسالة أصلاً بيعالج قضايا ومشاكل فأنت دائماً لجمهورك أو أخوانك تصهر بالحاجة السمح التحية للشليبي قال الماء برضي بيتك للخلوق ما تنشر او ما تبسه فانت دائما عندك انت حاجه بتقول كلام الكلام ده كلام اكتب اللي بتحسه عندك حاجه كده ايوه دي. نعم بقول كده قبل ما تقول كلامك ده الزول ده قال يعني كلام عفيف طبعا كلامك كله انت جاي بالباب يلا ده جاي بالباب لا لا دي اسمح منها ما في الغزل الغزل ذاته ما كان عفيف ومستور ده 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 ما حيلقى متلقي صراحه يعني مثلا بجيك بالباب عادي كان ناسبوك بدوني ما قصدك عناد بس في العناد بتكون عيونك نحسي ينسى والسهر لعيوني خالقك ربي عشان تكسب تلخبي تكوني يا مولاي طلبك بالتزام ونزاهه بشرع الله القى العفه ملازماها القى الطيبه ألقى كنت بتمناها ألقى السمحة ألقى الروبة مقاسمها الله يسلمك آه يا أخي لك التحية وفرح أنت برضو كمان أخش لنا بالحاجة اللي عندك قبل أخش بقول كير الغافي سيلو زمام عشان ما تكس شعرك قوي أول حتى تاني تبسه بالحيل أحذر من تجرح زول وتمشي تمسه عبر عن مشاعرك واكتب اللي بتحسه بعدين سيف الحرف بصراحة يعني صعب جدا صعب جدا فالناس حتى لو مثلا الحاجه الجار عليك الحاجه دار اقول انا يا فرح الله نعم. الدوبيت
دخل البيوت السودانية من أوسع الأبواب. نعم نعم. حيلة كل أصحاب البرامج. عشان كده أنت لما تغني في منبر إعلامي أو تنشر على كل وسائلك تأكد إنه الشعر ده بتشوفه أمك، بتشوفه أخوك، بتشوفه نعم أختك نعم. بتشوفه زوجتك، بتشوفه بنتك. فطلع الحي السمع. الدبيت والله فرض نفسه، لكن إحنا دايرين نغني. الدبيت والله فرض نفسه، نحن دايرين نغني ونسخن في الغنى. نسخن الجو، نسخن الغنى ذاته. هاي نسخن الغنى. طيب بدعربا عزاد نسبه حياته بساطة تلبد من تشوفنا برضه أنا بنطمع. شوفت النادو حروم الفريق لمشاط لا بتنفح حناسه ولا بتجيبه وساط. أبوك انصاري مما قام مربي اللحية، وأمك ذاته كان حسب التلين في دحية. شوف الكلام ده كيف. الشجر الغشاه الزحف نشف لحية، شوفت قبيها بخضر من يباس وبحية. الضرع الجبال غراز شخبة حروفة تاني تحين اسماعيل جر الفوفة. تعال وصف لك الزاهي الزمان موصوفة، مهرد عرضة في الدار وعجك مكلوفة. قلب الجاي تكالة وأمام مقطوفة، وضمير الرجل من طرد الحقاق مكتوفة. العينيها من غرب وفيلم مكفوفة، بخيل الطلة كان شفنا الخضر بنشوفة. يا سلام. جماشات وشايلات من فقيرة الواحن، غشنق عنوة شانقيرة وتبرد أرواحن. طلحت معاه نازاهي وحكمت سماحن، صيدة وجات معاه غنم الفريق مرواحن. بلد الفيها عمق الريل وشارفة نبيها، ما بتقبل هلو لكن بزيع راديها. ساكنين بها الوعر البشيل واديها، برجع لك صداك كان قلت بتناديها. ربي اداك اطيب زول وساسك هينا، رسائلك ناشفه يا زاهي وبردها لينا. يا خبشل والله عشانك انت صعبات الاوامر هينا، جميلك ببقى لكن انت ابقى بسينا. جميلك ببقى لكن انت ابقى بسينا. وعدتك اني في العهد القديم راجيك، وضربك كان صراط بعض المخاطر واجيك. ولحن فيك انا غام العشق وازجيك، واحرك شمع واكمل شان ينير داجيك. الليل فوق درج للاواخر، وقدم وانا فوق راسي هم الدنيا كله مردم. صح قدامي صار حريدي شفت تهدم، الا وراك حضر ايامي عشت مندم. ضيوفك حرض النوم المجافي، غزلني جازيت محبات اكسهم اجزني. ليل الفرقه يا شوق ذكريات، وازلني جاب سيره الماضي وكثير احزني. كان كل زول في الدنيا بيلقى الداير، وما كان عايش الوضع الازتني مرايره. شخص الحارب الغمضه ومجافي سرايره، ما بتنحل من سهر الليالي جرايره. العين لاجه والنار قاجه والدم سيسي. وطير السوق ده في الليل المهوي انيسي. العربان هجر الجوز دم رسيسي، عندها سلطه في تعذيب قلوبنا وريسي. تغيب نوازر الطير المسجد وساجح، تعود يعود لنا النوم المطول ناجح. ناجح فراقك يا الغرامك منه ما متراجع، هدت حيلي لا قادر اقيف لا هاجع. وصفك دابي في شعر الغزل باديه، عينك قلته واللون الذهب خافيه. جيدك فرقه من جيد البحوم واديه، فيه حزوز وجيد الصيد حزوز ما فيه. ما فيه منك ومن جيدك فرقه من جيد البحوم واديه، فيه حزوز وجيد الصيد حزوز ما فيه. اهلك زاهي عند الشوره ما بنطبله، اصحاب راي وفي حل الصلح من قبله. من قبله اسمك ناكر في حاضر غناي، ومن قبله شان العشره والنسب المكرب حبله. حبله حقيقه اسمك يا زاهي بتجيب الحرب، واهلي واهلك الاثنين بجيد الضرب. بجيد الضرب عشان ما نوجد الفتنه ويجد الغرب. اكتب فيك يا زاهي وبسفك الدرب، كثير الحاول اعرف وين مكانك وساكنه. وقول له القط في الشقه الشمال متراكنه، خلاك دون الناس مكانتك ماكنه. لونك تبري يا زاهي وسبيبتك داكنه. لونك تبري يا زاهي وسبيبتك داكنة. يا سلام عليك، الله لك التحية يا أخي. لك التحية والله. لا جبال انت قلت اللي بهامه ما شاء الله السواد متحنن. ايوه ريقة يمسخ العسل النحل تتونن. الكراكونة في قبض البتوق متفنن، أبوها بعالج المجنون وهي اللي بتجنن. وهي اللي بتجنن حقيقة الدنيا الأخوان تلم وتفرق، وطبع الدنيا بنته بالصبر بتمرق. الخنجرها بينات الضلوع مزدرك، تقطع موسى جوا وبرا نارها تحرك. تقطع موسى جوا وبرا نارها تحرك. الله يتقطع. السلام عليكم. وبرا نارها تحرك. الله وشك ضاوي قمر السبعتين زي ضيو. حشاك مقروم عود الخيدران مو زي لونك خضرة المزروع، ما واصل ري وشعرك لف وكيف فتل السلاسل طيب. شوفتك نحن تسعدنا بنتفاع قلبك، كل القلب محنك من حسر من غلبك. أنا داير أسألك عارف السؤال ما بغلبك، قلبك من حجر أم الحجر؟ والله الحجر من قلبك. أستاذ النجاضي أنا دايرة ما
قلبها من حجر و الحجر يعني كلهن غرام كم منه هالناس قلبوه بيتشفر بحور كم ماله ساحل غرام كم منه هالناس قلبوه بيتشفر غرام كم ماله ساحل فبقول عمرنا عليها الرق طار ينسفر وراسنا من الشواكيش يا سنوسي ما حفر نهين قلوبهم من حجر والحجر زاد اظن من قلبهم والله اعلم قلبنا البدر ستات المحبه عزلهم بريد لسه ما خلف الوعود وخزلهم طولنا من قول السلام وهزلهم قفل سكه اللغه غلبنا غزل قال ابوكي بيعالج المينون وهي اللي بتجنن وهي اللي بتجنن طيبه واحترامك للبلاقيك بين ابوك يا الحر الراجل حر تغم من الدين احاول اخفي ايدك فيا يسهر بي الرموشك ديل بكتله من الغبي بين بين فلان مسكت اللفح الفريس والصدر في وجه غيره وشها لا عبس لا قدر عمره لسانه بلفظ القبيح ما بدر الغنى فوقه بيفرح ينطرب يتحدر عارفك بيت مكان بتعز طيب السمعه على خليتي قلبي سكنك نار شمعه كفاي من ريدك الهم والسهر والدمعه خليتيني ما بفرس سبت من جمعه احمد خش لنا باي حاجه قبل ما اخش لك انا استاذ النجار يا جماعه انا عندي قاعد اقول له ملك المنصه ودي حقيقة والله. نعم. وهو زول لما نمسك مايك في منصة مطرب الجمهور. الجمهور ده كله بيتفاعل. بيتفاعل نعم. بعدين ممكن يغني بنفس واحد. أستاذ النجاضي نحن في استوديو. والاستوديو خلاف المنصات بتاعت الجماهير. لكن أنا دايرك بنفس حماسك اللي بتغني لنا في المنصة. الهيب لنا حماس المشاهد ده. والله ان شاء الله اول حاجه الاستوديو هو ذاته الاستوديو اللي بيقدم في الاستوديو بيختلف عن المقدم في المنصه نعم نعم المقدم في المنصه انت معاك جماهير على وشك وبتنفعل ساعتك بتنفعل نعم. نعم. فبديك في المجال ده لك التحيه وده من تواضعك يعني وشكرتني والله شكرتني شكر كثير خلاص يا اخي فدي حقيقه دائما الله يعني ولكن الزول لما يكون في المنصه يعني التفاعل بيجي شنو اجباري بيجي اجباري بتنفعل لا انا ما عارف الحقيقه لكن انا داير النجاضي يجيب لنا حماس المشاهد الراجل قالوا بيكرم للضيوف من ما في والاخو قالوا لما تضيق بخدمك حافي المؤمن من صفاته امين وصادق ووافي واتقي صفته ليه فعل رزاي الناس الخير عمى والشر خصى بنهار السقف كان العمود ينقصى فعلى خير بيكون بالفطرة ما بتوصى من طال الزمن بتبين اللي اندسى الراجل كلمة والبيت عفة والخايف الله في الميزان بيساوي الكفة صحيح مثلا بيقول قد حدهم ما جفى الحر نسبة والب الحر في الزفة الغدر أصله مكتوب والصبر واجبته والمال جسمه ما تقول بيش أطارته جبته درع الخوة تحلم منه كان وجبته زول الواجب ما بسوقوه لي واجبته والله زول الواجب ما بسوقوه لي واجبته عز الخوتك ما تلفي الخوة بقت مادية ما بترفق الليد كان بقت فض واحده ما بتصفق المقدوده كان ما ترقعت بتدفق الموليك ما تطنع طليوت الشبر المطروحه لزول اصله ما بتتعبر لا تنزل لا تنهان ولا تتكبر سيد الحكمه كان جاته المحن بالصبر ونداير تصاحب عزل الرجال خاوي الليك بيكون يوم المحن سنداله الايام بتكتب والسنين سجاله اوعد خاونه على اليابو يوم في هواله احذر احذر من مصاحبه اللي بيجيب ليك ريبه صبرك لوكو كان حلت عليك مصيبة الريدن بقيت بالدن غدرك سيبة والسيرن بقيت بتزعلك ما تجيبه ما تجيبه أنا يا صاحبي حبل الخوة ما بجهله ما بجهله يا سلام عش كان يبقى ميت والله ساهل حله والله ساهل حله كان حبل منظف واصطفيت محله حرم كنت لا يوم الممات ما حله ما وبخت لي صاحبي معاه ومشيت بتمنى له زي اللي روحي ما تمنيت عارف عزي مرفوع راسي ما دنيت بعز الخوة وايضا في الغزل غنيت والله بشر بالخير انا خاويته لكن برضه جهدي بذلته والبتعالى من قطر الرفق نزلته تعالوا اوريك صاحبي من نشامة عزلته لا زميته لا زماني يوم لا خزلته يا سلام ما واعدني زول وخلفته ومما قمت حرم بالكذب ما حلفته ونايا بقولوا لا قواني لا تكلفته والعز حقي العز حقي من زول ليهو ابشر قوي والله ما سلمته وعنده غنوه من قطر الرفق اي من قطر الرفق نزلنا كم زول يابس وركبنا البسندة الواقع عليها ايكاس ابشر عرفت ابشر ما فينا اللي بيلاقي الضيف مكشر عابس واصغر فينا زول تاج المكارم لابس يا سلام فالتحيه لك والتحيه لهناك الطاعم انت دايما الشين الزين تركه
الزين تلك والشين ذاته قال يجيب لي الرمان ديل على قلبه جدا. كمان بعد اجيب الليكه بجيب الليكه بمسافرين نحن لانهم عندهم علاقه كلهم في الخوة وكلهم في الحكم. لكن انا قبل والله صراحه داير اسمع منك ونتو اكثر. قول لي انا ما ادين مسافرين نحن ما بتهمنا القهبونا مسافرين نحن لكن انتوا ما تنسونا مسافرين نحن للذهب الدعزه مونا مسافرين نحن عشان نقرا الرجال يقرونا ويقرونا. بدينا الرحله لارض الشمال الان متفائلين وظننا كل ظن مليان نعدي زمننا ما بنحسب الازمان كم ما لقينا ذهبا خم بنلقى اخوان نعدي زمننا نصبر والبصيبنا يصيبنا نبعد غادم فعلا بلومنا ويريبنا أكان العافية موجودة الفلس ما بعيبنا بنجيب القروش نحن قرش ما بجيبنا يا سلام. نشوف الدنيا ونقرأ مدارس البطالة كفانا القاعدة في الغاعة عبر عن جصالة نعدي زمننا فوق الهانة والملالة وكوس النسبة في الحجار في الرجالة في الرجالة العلا في التواضع في التواضع واحترام الناس. البنا أصله ما بقيف غير زوايا وساس بخش متاعب اللي بتصبغ الاحداث الزين تركا والشين ذاته قالوا والشين ذاته بالميراث كعب البيه بتمر الظروف يتجرس سمح اليوت عليه سر الصديق بتحرس فارس حديد ما بلين قدر ما تهرس الزين تركا والشين ذاته قالوا ما ورس. الغنى ده تكرر لكن قاعدين يطلبوه والله الحاجه السمحه قدر ما تكررت ما بتمل الناس ما بتمل الحاجه السمحه. تحية لك والله تحية لي انت التحيه هنا لاخونا محمد نور النجاضي الشبل القادم بقوه والله عرشك في خطر. والله ان شاء الله حنجيبه البرنامج ده ان شاء الله حنجيبه محمد النور الشبل نور النجاضي باذن الله تعالى. هاي قال محمد نور له تحيه الابن قال كان شغال في السمسم يا جماعه نحكي حاجه بسيطه بشغال في السمسم السمسم طبعا قال ننتش فيه ولمتين الدروس تتلاقى نضرب فيه مو فايت الفطور وحلاقى السمسم الكبار ودقاقة اتخصصنا فيه زجز العقيد للناقة. فرح حبابك جيناك انت والمشاهد معانا حباب الاستاذ النجاض وحباب المشاهد للمره الثانيه. فانا نمشي لك في نفسي مجالك بقول قبل ما تربط الخوه تجيب مقيلتك نقي واعزل التلب اللي بشيلها ثقيلتك. يا سلام خاوي النفس مصيونه وبعيشه قليلتك وما شرط ان تكون نفس القبيله قبيلتك. بالحيل كتار اخواني للتفريزه ما فيش داعي ويات اللي يبقى لحقوق الرفاقه براعي حمد المولى في الاخوان مطول باعي مالي رجاله من كل القبائل ساعش عندي اخوان بعلوا مغامي يا الفرجوني ما تحين شخصي يا الارباب وما بهجوني باقين درق من سيف العدو يحجونك عن حصل البجيب جملة الغوالي بجوني كثير النقطة من خيل اللي خوه امتلي بالاخوان أيوة. ساكتين صبة مهما تقلب ده كلام مهما أنا كان صبح المزاج متقلب فقران دنيا لكن في الاخوة فقران مجلب. دنيا لكن في الاخوة مجلب رفيقك عزل منكم الرجال وانقدوا والخواك بيخص الكلام لا تجقدوا ساس الخوة تحترم الرفيق وتفقدوا عرش الخوة مش هاب الحقد لا تفقدوا ورونا الكبار اهل العلم والشان نتم زواجنا ما شرطا يكون بشان الصبي كلمة والبس سترة الحيشان السيف حدة والضرب البسيط نشان حرمت بشير بشير بالقوة السواي سكوت قالوا الكبار ما في صيح والزيت كان كمل حتما ما كنت السيح عشنا وشفنا في الدنيا النعيمة بريح جرح السيف بروح جرح الأخوة بقيح شوف العم وشوف الخال وأعز الصح وناسف فزعة المدروب قدر ما صح أخذ الباقي لجرح الغلابة نصح وحبك ارمو فوق ارضا قرير نصح اوضاعنا البقى صلة الرحم تجفيها نضحك انو في وجه الرجال نخفيها مهما تعاكس الدنيا وتصر وشيها تتبدل ظروفنا ونحن فوق الفيها غاية الدنيا والدلبرير قرتنا وانواع الرجال ليهم جميع ورتنا ضقنا حزنها يا صاحبي وكثير سرتنا لكن اصله لا تبعناها لا غرتنا حق الناس تكون فوق الوصال متبادرة يوردوا فرحة والاحزان تنشها سادرة في الزمن البقى طايرت حنين ومغادرة على الريد نعمة والخوة تعزك نادرة سحب العينك هاللمت بطمط الرعدة والاخوان كمان زي اليدين مش سعدة الحر نفسه من جرح الرفاق متبعدة بيفوت نحن والكلمة بتفضل قاعدة خذ في بالك اللفزر بجيب لك سوجة وطبعا الانثى مخلوق من ضلحتن اوجه
اسمع منك انا داير رفاقه وزوجه، البت والي واللخو بنفرز في الحوجه، في الحوجه والله الخواب بخيل، وكان دعت الدواعي فز وقد حجوده مهما طال زمان وبنز، قدر ما تكون ملام فوق القروش السيز بعزوك اهلك والمال يا رفيق ما بعز، ابقى هميم وخلي العامه تتاثر بك وازعل كل ما ذكر الريال يفخر بك، يا سلام احذر من تسيج خيط اللخل بالشربك بيجي قدك اخذ لك رفيق وغدربك، رفيقك عزله منكم رفيقك عزله ما تكاور كوار يا سامع وما تنغش بالنون والجلوب اللامع بالحيل، محاور الخوه زي نار الميوس يا جامع بتخط لك وسم دارجين قلاده ودامع بتخط لك وسم دارجين قلاده، يا سلام عليك يا اخي، يا سلام عليك. شوف كلام كلام ده كلام والله الناس تستفيد منه حكم وغير حكم، نصايح كان خاويتها ما تخاوي الطبايع عدنيه، خاوي الوالد وعازل خاله من الميه، كان خواك بيخلص بسخاوتنيه يوم الواجبه ماله بدمه ليك هدي يوم الواجبه ماله بدمه ليك هدي، يا سلام خاوي بعز اخوانه بيقدر ديما فوق عزه وكرم ضيفانه، خاوي ديما في الجيران كثير احسانه يوت تلقاه مليان بالضيوف ديوان، حكايه حقك تبقى دائما للرفيق متحمل، دي حكايه او حكاوي ودوبيك يلا دي حكايه، حقك تبقى دائما للرفيق متحمل ما تبقى له لايم وديما فوقه محمل، جاري الدنيا ما تقاويها ابقى مأمل ان حبيت اخلص ان جفيت ما تكمل انا لا 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 المربوعه دي زول تواصل معاي من خارج السودان اخو ما بعرف والله ما بعرف، ضرب عليه قال لي النجادي اول تليفون قال لي النجادي انا خاويتك في الله، قلت له زول ابرد حباب الخوة، قلت له ابرد هذا كده انا حرم حبابك وحباب خوتك، لكن الخوه دي ثقيله والخوه دي عندها شروط وعندها عندها حاجات كثيره جدا جدا، كلمه كبيره هنا كلمه كبيره يا اخي، انت كده خاويتني اول حاجه قعدت معاي لادي قال لي زول انا خاويتك من مربوعه صحيح واحد، قلت له اللي هي بتقول شنو، انا غنيت كثير لكن وراني مربوعتي اللي انت خاويتني عشان فيها الله، انا حرم قوتك حباب لكن هذا عارف المربوعه، قال لي حقك بتقول حقك تبقى دائما للرفيق متحمل ما تبقى له لايم وديما فوق محمد، جار الدنيا ما تقاويها ابقى مأمل ان حبيت اخلص اخلص من جفيت ما تكمل من جفيت ما تكمل، قلت له اول حاجه حبابك وحباب قوتك وشكرا شكرا كثير لمربوحتي لانها جابتك لي انت، يا سلام شكرا كثير لمربوحتي لانها جابتك لي، والله هي المربوعه ذاتها في حد ذاتها يعني تحمل معاني كبيره وفي حد ذاتها تساوي مصدر، اول حاجه الرفيق او الاخو بتحصل له ظروف عشان انت ما يصل لك بتحصل له حاجه فانت دائما تخط له العذر بالحيل حقك تبقى هاي كان حبيت اخلص، انا يا استاذ في المربعه دي انا اخوي السنوسي له التحيه من هنا من اعز الاخوان ما استفضل على باقي الاخوان، وهو ممكن يكون رجعني للوسط ده مجتمع الشعر والدوبيت بالذات لان انا انقطعت منه فتره طويله، السنوسي ده انا عرفته من خلال المربعه، شوف لقيته رافع له مربوعه عمر السنوسي، عمر السنوسي يا اخي له التحيه، له التحيه من هنا والله هاي. عرفته من خلال مربوعه فقط، شوف الكلام فالغنى رساله والغنى الدوبيت دوبيت على 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 وش الحدود او هو دوبيت في حد ذاته هسه اي شاعر اصبحوا قبيله الشعراء ذيك قبيلة الشعر أيوة. كتاب الميديا يعني والشعر المبس وسيل اصبح رابط الخوة وسياج ووسيله في زمن الخيانات والصداقه قليله رفاقه غافيه على البر وبقينا قبيله فهي قبيله الشعراء بقينا اصبحنا قبيله كلنا شعراء ومفروض اي شاعر يحترم الشاعر يدي مكانه كيف يا اخي ناس بتدرج الغافيه وبتبوا حفايا ديل اخواني ديل شنو كاتب بيهم عزي ديل زملايا ايوه يعني اها احمد كده زي ما قالوا خش كده نشوفك انت خاش بشنو اخش بشنو انا والله انا خش انا بقلبي الجمهور ذاته والله كثير بطالبنا بعلبل والبل نحن بلاهي ما بنبقى فانت لما في زول يسالك يقول لك انت من وين تقول له من كده او كده بقول لك الاستاذ الضحوية له التحيه الان برا لاقاني انت الهواري حبابك هذول قلت شنو في بقدم وقلت شنو في علبل تحيه لكل الهواري تحيه لكل فالبل قبايل السودان تحيه للهواري على وجه الخصوص البل والسبيب اللي قصار متني كاسرات في ضلوع دائما عليه هنا غني اقول لك دم مبالغه يا رفيقي السني سري قلت سري الكاتم كان ما قلت كيد بيقتلني مردوخك مقندف قد سرج مبطن ولا عتال لويب فوكن سروي ما خط
كيرك من صقر يمصع بزين ميترطن بغارني قديمة بمريدن جواي يتوطن بكسر حوط شراه في اللوعين النودبك والسمحات قل عبس الكريم والحبك يا مزور القبائل يا ما فيك الشبك كباتك طعم لو يوم في الشقيق سبك وبرك يا مغدارف ليه في الروح شان طلح الغابة يشهد ويضا العرسان الجزة الدواديب والرسن قرعان بيبدع فيه الراعي معاك طربان جنون الجنة يوم قلب الدعاش متراكن قلب لك لون جديد من السموم مداكن هبري حرشاش وطير نجوع الكاكن دوارك مهجر والمرارات لكن عقيدك لملم الرايحات وقفه مرشش ذكروا له العلو الغرباني قالوا مقشش حفر علوبه مليان لا السقاقي مفشش ومن تعب الرشاش راعيك راسه مطشش درتك لاوي فيك شوش العوالي بويش وبيصاف للزراف شتيتي كاسري الهيش يا سلام يا عجات الرها وجين وانتهى الكونديش خلاص قشك حجل والمويه تاني عويش ما بالمويه 100 يوم نجيع سروح ضميرك رقع السافك يرد الروح الزول السكون بيوت شعر مسروح خلاص الزول السكون بيوت شعر مسروح 7 شهور مشارف له عليه بنوح خلاص جيت الدمر والراعي فك صراحك تب ما قعرجي لكن عودوك ليه مراحك ودعناك الله من عصر كبير ببراحك خلاص قبلنا ليه ليم البداوي جراحك شهور الصيف هيت تردي وتسادري فلاتك شحمك رقع ضميرك رقع شهور الصيف هيت تردي وتسادري فلاتك شحمك رقع ضميرك رقع شحمك خف صنح صفاتك العز يوم شناب حارسك سبر ما فاتك قدر ما عمري يكبر عندي زايد غلاتك سيدك داير الزاد والرصيد حيران فوق من 30 حر عدال قران ودليه قاسيات اللي مرشت هان وجلب البقض عوج وزال جلب البقض عرض وزال عوج جيران وجقل معزة الساعيها جخوة هواية وحلال الساكل البلد البعيد دناية بتدور ود مصقع وعنده بيها دراية بترعى القفرة ما بتحم الربط في شاية وجقل سعاية الولد اللي بعرفه حديثة بتديك الفقر لو ما جرت في ميسة ليها أيام تعزك وتاني واحدة تعيسة وكم هنباتي مقتول من حدارها فطيسة سبحة فوق ساري والارض منطورة تتخامش سيوه الواطي والدبورة تزيك في قيتة داير الدرمة والخافورة نوة النجعي قامت تول حلالي مشورة وقامت غربت عينة السعولة عينة التعولة صبت في بال النجيع ترزم تحن تتخبط كان مو القيدة كان بالمكسريات شبت سايق الرق مفاريد والحقاق وسعبت وادي البير وقلع عمجول دي الجوالة مصنقي عراسة فوق خطاها كتفي شمال تسيك في قيتة مشرع وانقطع تبالها دايراه الرجوع ما بياه الرتوع قش مرصب في بالها والبل الغنى فوق ينسمح وهنا اختم بمربوعة لجدنا في الضصيد النضعن يقول لها حارس الباية والسيس مضريس تنحارق وشرفك كله للعقد والسديس تنزارق مما تملي صدرك في اللويب وتفارق تفرح فرحة التام 40 ومارق يا سلام يا سلام التحية ليك والتحية لأهل البل في أي محل والله أغنى البل لا هوشنا انا غايته هوجني الناس ما بعرف ما البل هي ذاته بتهوش انا لا اعرف دكتور احمد دكتور احمد انت سرحته والله ده خيال انا والله التحيه لكل الناس اللي بيعرفوني انا اول حاجه طبعا الشاعر بتخيل أيوة. لا لا سرحته والله انا كنت في الاجازه طوالي بسرح انا اشتغلت 9 سنين في المجال الطبي التحيه من هنا لرسم مستشفى درمان ومستشفى البقعه والمستشفيات اللي اشتغلنا فيها انا عندي اجازه سنويه بشيلها في الخريف ومش بسرح بقلبي يا سلام يا اخي يا سلام بعديها مع قلبي ده كلام سرحت والله ده كلام سلام سرحت عديل مولعب حاجه غريبه بادلني الرسائل وسلم وبرضه غريبه يرفع يا علو يتكلم في طبعه كان شاف الغريب بيتبلم سلالة انصار وحافظ للكتاب وتعلم بعد لقيته متنقب كده ومتدارق اتمنيته لا يقول الوداع لا يفارق انا حنست زحال النغابه طارق قمر دورين وفجت للسحابة ومارق دعيت المولى ما يشيل الهجير وتقبل الجو راق والغيس فوق سمانة توبل تقول عارفة يا الفرجوني ما بتتدبل قطرة دعينا في ساعة فراقنا وقبل أول شوفة كانت وأخرى كانت برضو أنا سافرت يا عصافة وغادر أرضه الخيلان في زيارة الغريب ما برضو أهله الآم وكم مرق القراب بيحترضوا كيف الشورى يا ود الرقيق فكر مسح الفيس والهاتف زمن متسكر يا سلام كلمتك زمان كان بقيت متذكر صافية تريد وكان طال الزمن بتأكر جمالا ذاته من ناحية بشر متكمل يخلي زول عاين في الخدود يأمل
يسخن جسمي فيه ساحة السؤال وبنمل مرة في قلبي يا صدام ومرة بحمل حملت الفرقة والهجران ويا عنساني لكن خايفة يا عمر اللمير ينساني الفي حب شيطان الغرام مساني عبر انفاس زي ريحة الهنو بإنساني ما لو جاري هسي وكنت أقرب جارك كان بيزورنا فوق العيد وكان بيضبارك لكن للأسف جبدوا بعيد ديارك بخبروا عدلها ناس الدل قريش مبارك لا بتجيك تصبح لا بتعود متماسي شايل النفرة من الصيد وقسوة ناسي يا الله حالتي معاك يا ود البرير متواسي هانت الفرقة والطرق البودن قاسية شفت حصير مغير بالرمادي وقادل اللي تفدعه وديس يا مهند سادل الفي حسن ما بغلطك صدوق بجادل ازقل منه ود الحاج وزولك عادل شفت الراس يا ود الفي حيل تتمنى انا عشمان وعارف المولى ودي الجنة بعد ما صلي فرضك يا العزيزة أنا أدعو معايا كان شفت الرزين تتنى أقرب شوقة يا إسماعيل جبيل لازعاني عواضي الفرقة والنمل بنملة معاني عندك كرامة يا صاحبي العزيز ما نعاني ما منتبكل يا مخلوق قدر يا سلام ما نعاني ما منتبكل يا مخلوق يا سلام والله التحية لكل الأخوان المذكورين والتحية لكل من يعرف رجل عزيز والله ما بنتدنى نعم حي ناسك جبيل ذكرت المجال فأنا عندي مربعة في بداية كتاباتي وأنا كنت في الجامعة بقول لي أخلي في البادية الأصيلة مكاسب نعيش حياتي من قول العرب بنحاسب تشوف شخصيتي بتقول الرواية مناسبة وكان قلت العلم تلقى الشهادة محاسب التحية لناس جامعة النيلين والتحية للدفعة 24 والله تحيات خاصة أخواننا في المجال المحاسبة ودار حي اخواني اعزاز علي بالحيل وفرقني منه الزمن اولاد حلفة جديدة على العموم بالخصوص الرتاية اسرة حامد والدكين عيال النقر عيال اللبيح احمد يوسف الشكري كلهم تحيات خاصة والله وما زلت في الفؤاد موجودين يا اخي تحية ليك انت ذاتك وتحية اول حاجة تحية لناسك كل انا شايفك هنا في المرابع الاخيرة اللي ذكرت شعراء اخواننا كلهم هنا تحية لكل ذوي الذكر والله التحية لهم كل ذوي الذكر بدون 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 التحية لأهل بقرية التكيل التحية لكل السكان محلية ضم حاج احمد علي العموم لهم تحيات خاصة بارك الله فيك احمد اسمعنا الخير دكتور احمد شبابك والله يا استاذ النجاضي بقول له ان هديك مواد وريدي شوق تفاني عوض من الصد وجوك منه نحن نعاني اصل العياش فيك انطبع رباني نعيش خازوك انه اليوم بكره نسعد ثاني حكمه ربي اداك جمال يحير واداك مزاج حسب الظروف يتغير فيك النوع صغير والثاني نوع نخير ونحن ادانا قلبا في العواطف نير التحية ليك والتحية لجمهورنا اللي بيساندنا والله في كل مكان والتحية للأخوان في أي مكان وتحية خاصة دائرة أوجهها من هنا لأخواني العزاز ناس عرفتهم في الرحلة دي داخل مصر وليبيا تحية لأخونا عبد العظيم عثمان النعيم ولأسرته كلها ولأخوانه معاه وأخونا حمزة والتحية لأخونا صديق النعمة من موريتانيا له التحية من هنا رجل يستحق التحية والتحية لكل الناس اللي كانت معايا في الرحلة دي بالذات رحلة كانت شيقة وجميلة والله والتحية ليهم روق الصحراء يا عبد الله مروا لذيذ لذاذ سلفيه وبتعيش يا رفيق عزيز نوع الحارس الحفلات رقيص وهزيز ده ما بيندوروا منه يكسوم لكازي كزيز والتحية لعبد العظيم والمفرح والتحية لأسرة الكتاحة والتحية لكل ذول بيشاهدنا عبر هذه المساحة وعبر هذه السهرة ونتمنى إنه نكون قدمنا حاجة بترضي المستمع الكريم والمشاهد وحاجة ترضينا نحن أول وترضي أسرة البرنامج والقناة الرائدة قناة الشروق والتحية للوالد والوالدة وللأهل ببوحاته لي وكل من يعرف أحمد عثمان الخير بلادنا أبو جمانة الهواري أبديقين أي أبو أزمان كثير هل بيعرفنا كله التحية لك وحي أنت جمهورك وناسك يا أخي جزاك الله خير أول حاجة أنا أحيي المشاهد الكريم وأحيي كل أخوان بلا فرز أو بدون فرز وأحيي أهالي النجاضة بشرق الجزيرة لهم تحية خاصة جداً تحية لأهلنا بولاية شمال كردفان وتحية لكل شاعر تحية لكل شاعر وأخواننا على ما أعتقد الحلقة تكاملة أتمنى إنها تكون متكاملة إن شاء الله حكاوي ودوبيت وبارك الله فيكم وإلى اللقاء في حلقة في أمان الله أخرى دمتم
في أمان الله.